الأزمة المالية لصناديق التقاعد للسيدات والسادة النواب المحترمين من فريق العدالة والتنمية. تفضل السيد النائب. رشيدة الرئيسة، السيد الوزير، تعرف صناديق وأنظمة التقاعد مجموعة من المشاكل في المستوى المالي وكذلك الإداري. لذلك نسائلكم عن تصور الحكومة لإصلاح هذه المنظومة وكذلك عن المقاربة والجدول الزمنية ومآل هذا الإصلاح الكبير والمهيكل، وشكرا. جواب السيد الوزير، تفضل. السيد النائب المحترم، في حقيقة هذا الملف ملف مهم جدا، والحكومة أخذت فيه تعهد في إطار تم التذكير به في إطار رسالة تأطيرية من خلال مقاربة تشاركية مع الفاعلين الاجتماعيين. عندنا جوج ديال المراحل، مرحلة أولى وبناء بطبيعة الحال على مقاربة تشاركية بدأت منذ سنوات في إطار اجتماعات، مئات الاجتماعات في اللجنة التقنية وفي اللجنة الوطنية التي يرأسها الوزير الأول سابقا رئيس الحكومة حاليا. الآن عندنا الأمر جاهز، عندنا أولا ملف ديال الصندوق المغربي للتقاعد، الوضعية خطيرة وخطيرة جدا باش نقولوها بكل مسؤولية. 2014 غادي يبدا العجز، ما بين 2014 و 2022 إذا لم نقم بأي شيء 125 مليار ديال الدرهم ديال العجز اللي خصنا نقلبوا عليها باش نضمنوا الأداء ديال المعاشات ديال الموظفين والموظفات الذين أفنوا زهره وتحياتهم في خدمة الوطن. وبالتالي الاحتياطيات، حتى إلى لجأنا للاحتياطيات فرضا نقول أودي نمشيو للاحتياطيات، الاحتياطيات في 2021 ستنهار، عندنا 77 مليار ديال الدرهم غادي تمشي. وبالتالي الإصلاح أصبح ضرورة ملحة، وضعية استعجالية على الخصوص بالنسبة للصندوق المغربي للتقاعد. الحكومة ستقوم بما يفرضه عليها واجب المسؤولية الحكومية بطبيعة الحال في إطار الشراكة مع الفرقاء، ولكن لا بد، وهذا الشيء هذا سنقوم به، وفي الإصلاحات بالنسبة لهذا الصندوق هذا باش نكون بوضوح، في العالم كله ثلاثة ديال المقاييس التي تتقاس، كاين السن ديال التقاعد، كاين المعاش، وكاين النسبة ديال المساهمات. هادو ثلاثة ديال المقاييس بطبيعة الحال سيكون فيها التعامل بطريقة التي تراعي الحقوق المكتسبة والتي تراعي يعني الإشكاليات، ولكن لا بد من معالجة هذا الأمر مرة أخرى. الصندوق المغربي للتقاعد يعاني إشكاليات واختلالات مالية خطيرة، ولا بد من التصدي لهذه الإشكاليات من باب المسؤولية، وشكرا. شكرا. للتعقيب السيد نائب، تفضل. شكرا. في الحقيقة السيد الوزير، حنا متفقين على الملحاحية والاستعجالية ديال الإصلاحات، هذا أمر كنظن الجميع متفق عليه، ولكن الإشكال طبيعة الحال هو اللي ذكرته، أن كاين غياب يعني حد أدنى من التوافق السياسي على هذا الموضوع اللي هو موضوع مجتمعي كبير. فهذا الصدد طبيعة الحال يمكن نذكره أن المغرب من 96 هو يشكل لجان، مناظرة وطنية في 2002، لجنة تقنية في 2003، دراسة اكتوارية ديال المندوبية السامية، تقرير المجلس الأعلى للحسابات، تقرير إلى غير ذلك. هذا الشيء التشخيص، الحلول إلى غير ذلك، هذه أمور موجودة وكاينة. في هذا السياق يمكننا نبدي بعض الاستغراب من عدم استجابة النقابات واللي هي معنية بهذا الإصلاح إلى دعوة رئيس الحكومة إلى جلسة اللي طبيعة الحال تسريع القرار ديال تنفيذ الإصلاحات الضرورية. كيفاش يمكننا نعملوا الإصلاح، واحدة من الإصلاحات المهيكلة واللي الجميع ينتظرها، خصوصا أنه يعني كيف ما قلت السنة ديال 2014 هي سنة أزمة بالنسبة للصندوق المغربي للتقاعد. إذا ما كانش، إذا دخلنا في نطاق الحسابات السياسية، ولا كل واحد كيشوف الإصلاح بمنظور فئوي، ولا كل واحد كيحاول فقط يحافظ على المكتسبات ديال المنخرطين بلا ما تكون عندنا واحد المنظور ديال المستقبل، هنا غادي يكون الحلول السهلة اللي هي كيما جات الدولة في 2005 ونزلت 6 ديال المليار درهم، نخشى من جديد أنه نفس المنطق يتكرس وأنه ما يكونش توافق على الإصلاح، ونمشيو نحو الحلول السهلة اللي غادي تجي من الميزانية ديال العامة الدولة، أو حتى إلا رفعنا سن التقاعد اللي هو حل ممكن ولكن كيبقى جزئي وغير كيأجل المشكل بشكل عام. يجب أن نستحضر أن ضرورة يعني توافق سياسي لإخراج هذا الإصلاح المهم،
وهذا لن يكون إلا بتصور مندمج وشمولي واللي تشارك فيه جميع الأطراف واللي تكون فيه طبيعة الحال واحد القدر من الجرأة، أو إلا إذا تخبع كل واحد في يعني في الجانب اللي غير كيهمه. انتهى الوقت السيد النائب المحترم، انتهى الوقت. السيد الوزير عندك 20 ثانية، تفضل بسرعة. مرة أخرى لأؤكد على الاستعجالية والإلحاحية ديال هذا الملف، لأؤكد كذلك على أن الحكومة ستواصل هذا الملف في إطار من التشارك، لأن هذا الملف تيهم المغاربة جميعا ويهم المجتمع جميعا. وكنت تنأكد كذلك بأنه اليوم هذا الإصلاح ما فيهش، ما غاديش يكون فيه عيب غير على المنخرطين، بل بالعكس، بل بالعكس هذا الإصلاح سيكون فيه خير للمنخرطين. شكرا.